ستيفن نزع شيء اسمه عادة سرية لأنه بيحكي عنا كل جمعة كل جمعة بطلت سرية يعني إنه شو هالعادة السرية اللي بتطلع على التلفزيون كل نهار تنين شو هالعادة السرية الواحد كل ما يفوت على الحمام بحس إنه في زبان حطت له كاميرا فوق عم يتفرج عليه كنا عم نتناقش بالسياسة أنا وحدا وإيزابيل قاعدة معنا وبتجرب تهتم إنه لتبين لي إنه بتحبني كثير أنا بعرف إنه بتحبيني على فكرة عم نحكي بالاقتصاد وكذا كان في وزيرة المالية ريا الحسن في حدا عم بقول له ما بعرف شو السنيورة كذا قال لي ريا الحسن نطت إيزابيل قالت له ريا للسيد حسن وطلعت فيه هيك إنه كيف